أول مشتركة معانا في المجموعة الثانية هي خلود حسين من السعودية. خلود بقول لك جود لك طبعا في الأول، ربنا معاكي إن شاء الله، والطلقة في اللسان تجيلك كده وكل الحاجات تجيلك عشان المسرح، وجود لك. ثانك يو، شكرا. يلا مساء الخير. مساء النور. خمسون نجمة عربية يرتدين فستانا واحدا في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، تخيل الوضع بقى. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل مع هذا الخبر اللي تصدر الصحف اليومية والمحلية صباح هذا اليوم، خبر قد ايش يا ترى ممكن يأثر على أصحابه وعلى نجومه وعلى ساحة المشاهير. الخبر يقول بالتفصيل 50 نجمة عربية يرتدين فستانا واحدا في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. ممكن تتخيل وضع مثل هذا؟ صراحة أنا أتوقع كل شيء وارد، لكن هل يا ترى هذا الشيء راح يأثر على النجمة؟ 50 عدد مو هين أكيد طبعاً. خلينا نشوف الأصداء مع الجماهير ومحبي المشاهير ونرجع لكم بعد الفاصل. خلود، النطق بتاعي كان كويس جدا وسلس، قلتيها بشكل طبيعي، لكن اكيد خبر زي ده كان يعني في اثاره اكتر من كده. يعني اولا مين الفستان دوت و50 نجمه سو ماتش، يعني مظبوط. شكرا.